فينا العطور أو ما يسمى بالإسباني الباتيو دي لوس برفومس، حيث كان أحد أشهر مصانع العطور في زمانه. وإذا قلنا في زمانه فنحن نقصد زمن الأندلس الجميل، حيث يحتوي على آلات قديمة لتصنيع العطور ومزجها. واشتهر هذا المصنع بأنواع العطور النادرة التي لا مثيل لها في العالم. في زمن من الأزمان كان الرجل إذا جاي يسافر المدينة غرناطة يوصونها البيت بشراء عطور لهم، وذلك بما عرف عن جودتها. واستمرت هذه العائلة الإسبانية في هذه الحرفة المأخوذة عن أجدادهم الأندلسيين، حيث أن هناك أنواع عطور خاصة بهم لا يعرف أحد إلى يومنا الحالي على ماذا تحتوي. واستمروا في تصنيع هذا النوع من العطور منذ أكثر من 1000 سنة. هذا ليس كل شيء، فبعض الماركات العالمية أخذوا بعض من خلطات هذه العطور ووضعوها في عطورهم الخاصة، حيث أكثر أنواع النباتات أو الورود التي تضع في هذه العطور لا تخرج إلا في منطقة غرناطة الأندلسية. واشتهرت أيضا بيوت ومساجد مدينة غرناطة القديمة بروائحها الزكية الغير مسبوقة. وهذا كان كل شيء عن مصنع العطور الأندلسية في مدينة غرناطة.